من منبر الأمم المتحدة بنيويورك جاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مغايرة تماما لهذيان المحتل المغربي فيما يتعلق بالصحراء الغربية حول ما يسمى بخطة الحكم الذاتي. وبتصريحات جديدة أكد سانشيز تأييد بلاده لحل سياسي مقبول من الطرفين حول الصحراء الغربية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. هكذا انقلب الرجل بشكل واضح وصريح على نظام المخزن. يبدو أن لمنبر الأمم المتحدة من الخيفة ما لا يدع مجالا لكل محتل في التمادي والتعدي على الشعوب المستضعفة، فسانشيز سمى الأشياء بمسمياتها، بل وذهب أبعد من تبني مواثيق الأمم المتحدة إلى دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، واصفا ما يقوم به هذا الأخير بالعمل الحاسم. عدالة قضية الصحراء الغربية فرضت نفسها ولا زالت تستقطب المزيد من التأييد في منابر الأمم المتحدة، وهو حال دولة الموزمبيق ووزير خارجية تيمور الشرقية الذي أكد عزم بلاده مواصلة مرافقتها للقضية الصحراوية في المحافل الدولية والقارية ودعم كفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل حريته واستقلاله. فهكذا تنتصر القضايا العادلة في العالم رويدا رويدا.